اهلا ومرحبا بكم معايا. اليوم غنترك معكم الطريقه ديال الرايب، فهو كيجي رائع بزاف ولذيذ وكيجي ناجح كيف ما كتشوفوا معايا. كيجي ناجح مليون بالمئة وكيجي لذيذ، فهو ما كيخطانيش في رمضان، اللهم بلغنا رمضان. كيجي زوين بالنسبه للسحور وكيجي زوين حتى في الايام العاديه، المهم كيف ما بغيتو. بقاو معايا باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. دابا نتعرفوا على المقادير وطريقه تحضير الرايب. غنحتاج واحد دانون فاني وثلاثة ديال المعالق ديال سنيده او السكر حبيبات. بالنسبه للايترو ديال الحليب، دانون واحد وثلاثة ديال المعالق ديال السكر سنيده وواحد شاستي فاني وجوج معالق كبار ديال حليب غبره وايترو ديال الحليب. ودابا نتعرفوا على طريقه التحضير. فبالنسبه لي انا استعملت ايترو ونص ديال الحليب، وانتم عطيتكم مع المقدار ديال ايترو واحد ديال الحليب. غنضيف دابا سنيده، ودابا نزيد جوج شاصيات ديال السكر فانيلا. بالنسبه للايترو تستعملوا غير وحده. ونزيد قبيصات الملح. صافي، ناخذ الكسرونه ديالي ونفيض الحليب ونرجع معاكم. وبالنسبه لدانون وحليب غبره كنخليوهم حتى الاخير. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا الحليب ديالي وضعته فوق النار، وغنخليه حتى يفيض ونرجع معاكم. بقاو معايا. ودابا بعد ما فاض لينا الحليب كنحيدوا له الفراره كلها من الفوق، نحيدوها كامله. ودابا غناخذ شويه من هذا الحليب ونخليه واحد جوج دقائق هكذاك يبدا يبرد واحد شويه. ودابا على بركه الله نبدا نضيف دانون على الحليب. بعد ما خليت واحد جوج ديال الدقائق فانا استعملت اطرونس ديال الحليب، غتستعملوا كاسونس ديال دانون باش ينجح معاكم الرايب. فهو كيجي بحال دانون، كيجي لذيذ بزاف، غير جربوه ما يبقاش يخطاكم في رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ونضيف ثلاثة المعالق ديال النيدو كل ايترو جوج معالق، ونخلط هاد العناصر مزيان، نخلطهم بالطراب اليدوي. نخلط، نستمر انا كنخلط مزيان، فضروري نخلطو مزيان العناصر ديال دانون مع الحليب بودره والحليب حتى يتجانسوا لينا مزيان. عاد نخلطوهم عاود مع الحليب اللي باقي لينا في الكسرونه. ودابا صافي الخليط ديالي تخلط مزيان، غنبدا نزيدو فوق من الحليب. صافي ونخلطو مزيان، ونخلطو
الخليط ديالنا كيصبح جاهز. باش نبداو نخويوه في الكؤوس، فهاد الرايب كيجي زوين، كيجي بحال دانون رايب. كنصحكم تجربوه، فهو كيجي لذيذ بزاف، فانا ما كيخطانيش في رمضان وحتى من غير رمضان، فهو رائع زوين في اي وقت. صافي، ونبدا دابا نعمر في الكؤوس. والحليب ديالنا او الخليط ديال الرايب ديالنا باقي سخون، كنعمرو. ونستمر، انا كنعمرو في الكؤوس. فهو كيجي زوين بالنسبة لرمضان في السحور. غجربوه ويولي معتمد عندكم، فهو رائع بزاف وكيستحق التجربة. بالنسبه لدانون، ملي كيجمد لكم الرايب ممكن ترفوا واحد الكاس باش ما تبقاوش تشريو دانون. صافي، كتبقاو تصايبوه بنفس الطريقه وكيبقى عندكم كاس ديال دانون رايب. صافي، وكتصايبوه مع الحليب والسنيده والفاني. صافي، وكيصدق لكم. نعمر الكؤوس ديالي. صافي، ودابا بعد ما عمرت الكؤوس ديالي كاملين بالرايب، غناخد البلاستيك الغذائي نوضعهم بعدا فشي سوبيرا اللي كتسد. نحط الكؤوس ديالي في السوبيرا، بالاحسن نديرو في السوبيرا او اي حاجه هكا باش نسدو عليهم على الكؤوس. صافي، نوضع البلاستيك الغذائي من الفوق، نغطي الكيسان مزيان. كنتمنى يكون كل شيء واضح ليكم. صافي، ناخذ البلاستيك صافي، ونقاد البلاستيك، نغطي به الكؤوس مزيان. صافي، ونسدو السوبيرا ديالنا ونخليه مدة واحد 6 ساعات، المهم حتى كيجمد، حتى كيولي رايب. فالرايب ديالنا بعد ما مرات 6 ديال السوايع صافي كيولي رايب. كتوضعوه في الثلاجة يبرد شوية صافي، وتناولوه بالصحة والراحة. وهانتوما كيف ما كتشوفوا، فهو كيجي ناجح 100%، كيجي نازح بزاف وزوين ولذيذ. فهو دانون رايب، كيكون المذاق ديالو المذاق ديال دانون.
كنتمنى تجربوه، فهو رائع غيعجبكم، فهو سهل في التحضير وكيجي رائع ولذيذ. الى عجبكم الريب خليوا لي التعاليق واللايكات ديالكم واشتركوا في القناة، وما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم واصحابكم باش تعم الفائدة. فهذا هو الشكل النهائي ديال الريب ديالنا، فهو كيجي رائع بزاف، كنتمنى تجربوه فهو غيعجبكم، فهو كيجي ناجح بزاف ولذيذ ما نقول لكمش. المذاق ديال دانون، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. ودابا كنقول لكم في رعاية الله وحفظه، الى اللقاء باذن الله.